اهلا بكم وفيديو مهم جدا النهاردة. احذر الزراعة في مثل هذه الكوبايات، ده عنوان الفيديو، لكن العنوان ده نص الجملة. احذر الزراعة في مثل هذه الكوبايات في حالات معينة. طيب، اللي قدامنا دول زرعت الانتيرا، التلاتة انا مهويهم سايبهم يومين من غير ري. طبعا اليومين اللي فاتوا درجة الحرارة من 33 ل 35، فخلينا نشوف ايه اللي حصل في الثلاث زراعات دول في ثلاث اوعية مختلفة. طيب، اللي احنا ما نعرفوش ان الثلاثة دول نفس العقلة نفس العمر، وهي دي الكارثة الحقيقية اللي احنا مش واخدين بالنا منها، ان النبتة دي والنبتة دي والنبتة دي الثلاثة نموهم مختلف تماما عن بعضه، وسرعة النمو مختلفة، والاستجابة للتسميد والاستجابة لكل حاجة مختلفة، وكمان الاستجابة للري والاستجابة للشمس، بالرغم من ان هما تلات عقل اتزرعوا في نفس الوقت تقريبا بقالهم من 4 شهور ل 6 شهور. اللي حصل كالاتي، ان العقلة اللي اتزرعت في الكوباية نجحت وجزرت وزي الفل، لكن نمت لفترة معينة وتوقف نموها تماما، هنعرف ليه. وبعد كده العقلة اللي اتزرعت في وعاء واسع حتى وان كان العمق بتاعه قليل، الزرعة دي انتشرت يمين وشمال وفوق وتحت وعملت مجموع خضر كبير جدا، الورق بتاعها اكبر من الورق بتاع الشتلة اللي في الكوباية دي. طيب، التالتة، ودي حاجة خطيرة جدا، اللي هي الزرعة المزروعة في الازايز بتاعت حاجة الساقعة. الازازة دي 2.5 لتر، والازازة دي خطيرة جدا جدا للي مش عارف، ان هي بتأذي النبات جامد جدا لو ما خدناش بالنا. طبعا انا بزرع فيها كتير جدا، لكن الفكرة ان احنا لو مش عارفين ان هي ممكن تأذي النبات هتلاقي النبات بتاعك مأذي. طيب، اللي حصل ان النبات هنا اهو، مع العلم ان هما التلاتة خضعوا لعمليات تقليم، هنا اهو التقليمة واضحة جدا من هنا، فطلع افرع جانبية، طلع افرع نفسها، ولسه هيحصل تقليم تاني وهكذا. طيب، السيقان اللي هنا طويلة، والسيقان اللي هنا برضو طويلة بس أتخن، والساق اللي هنا قصير وتخن وتوقف نموه وما طلعش أي أفرع جانبية. ده رقم واحد. ليه بقى؟ ليه بقى بالعلم إن التلاتة واخدين نفس التسميد، نفس الري، نفس الشمس، ونفس العمر، ونفس النبتة الأم، نفس العقل؟ ليه حصل الكلام ده؟ خلينا نتكلم. هذه الكوبايات طبعا مخرومة من تحت وبيحصل الري وكل حاجة. لما بتشوف أشعة الشمس، الشمس بتخبط في جنبها وبتخبط على الزرعة نفسها، فبيحصل حاجة اسمها حمل حراري عالي على الكوباية، لأن التربة بتسخن جدا، بيتبخر المية بسرعة جدا، كمية التربة قليلة، بينزل مية من تحت بسرعة جدا، وبالتالي النبات ده مهما تديله مية، المية مش هتقعد في الكوباية، وبالتالي النبات يا دوبك يا دوبك يقوم نفسه ان هو ما يموتش، بيمص مية على قد ما يقدر علشان النبات ما يموتش. وعشان كده في الصيف او في درجات الحرارة العالية اللي فوق 30 دايما هتلاقي النبات عامل كده، عمرك ما هتلاقيه مورد ومزهزه الا الساعة 4 الفجر، يا دوبك بقى الشمس تطلع تلاقي طول النهار النبات كده وعمال بيوقع ورقه. لو مسكت الورق اهو، ورق اهو، كل الورق بتاعه عمال يقع، لان هو عمال بيوقع ورقه، لان الورق يا اما بيتلسع من الشمس يا اما من الذبول الشديد النبات بينفض الورق بتاعه علشان يقلل من المحتوى الاوراق اللي بتفقد المية او اللي بتستهلك مخزون المية اللي عنده، لان هو ما عندوش كتير. طيب، النبات ده، ودي خطيرة جدا بقى، الازايز دي محتوى التربة اللي فيها كبير جدا، يمكن محتوى التربة اللي فيها اكبر من محتوى التربة دي. يعني لو احنا وزننا التربتين، لو هما الاتنين نفس التربة، هتلاقي ان التربة دي مثلا هتعمل 7 كيلو، التربة دي هتعمل 6 كيلو. طيب، لكن الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الجذور ابتدت تطول لتحت، فابتدت تطلع الافرع لفوق بطريقة رأسية علشان الجذور نزلت لتحت وشربت المية. المشكلة في ايه بقى؟ المشكلة ان حضرتك هنا هتلاقي ان انا سايب 3 او 4 سنتي، فلما بحط المية، المية بتبقى بهذا القطر القليل لمدة 4 سم فقط، فهتبص تلاقي المية دي يا دوبك نشعت 3 أضعافها، يعني نشعت يا دوبك لحد تلت الإزازة، كل ده هيبقى فيه رطوبة والباقي ده كله هينشف. لما الباقي ده كله هينشف، كل الجذور اللي نزلت لتحت هتموت. مرة في اتنين في تلاتة هتلاقي الجذور ماتت. ماتت من ايه؟ من حاجتين، اولا لان دي نشفت، لان ما بتلحقش انت تديها مية، انت يا دوبك بتمشي تعدي تملاها مية وبتمشي، بتروح بقى على الزرع التاني، فيا دوبك المية دي بتاخد التلت بس تدي له رطوبة والباقي بيفضل ناشف، فالجذور اللي نزلت تحت بتموت. والحاجة التانية ان برضو
عرض التربة قليل، فالشمس لو ضربت من الجنب هتعمل برضو الحمل الحراري العالي اللي هيموت الجذور واللي هيخلي النبات يطول في الأول، وبعد كده هيبتدي يتوقف تاني نموه، أو هتلاقي نموه بطيء. هيظهر بقى الكلام ده إمتى؟ لما تقلم، لما إحنا اللي نعمل عملية خارجية إن إحنا نقلل كمية فقد المية أو كمية استهلاك المية، هتلاقي إن أول ما بتقلم بينفجر في النمو. طب أنا قبل ما أقلم ليه ما بيديش أفرع جانبية وكده أهو؟ علشان هو مش قادر يقوم، علشان كمية المية قليلة عليه. فالحل بتاعه حاجة من اتنين، يا إما بسيب 10 سم كاملة من غير تربة، يا إما بقعد أديله مية وأسيبها تنشع وتنزل لتحت تتشرب، وبعد كده أديها مية تاني وأديها مية تالت لحد ما تنزل مية من تحت. أتأكد كل ري على كده، يعني أحط كل الأزايز اللي زي دي جنب بعض وعدي عليها بالمية، وبعد كده أروح أروي الزرع وأرجع تكون المية دي كلها اتشربت أو معدي عليها تاني. هو ده الحل بتاعها، لحد ما أتأكد إن هي بتجيب مية من تحت. أو الطريقة الأفضل طريقة الري السفلي، ان انا بجيب كل الازايز اللي من دي بحطها في طشت او بحطها في حوض او بحطها في نص برميل او بحطها في ايا كان هحطها في ايه، وبرضو بجيب الكوبايات بحطها برضو في طشت او في حاجه. وكنا طلعنا فيديو قبل كده عن الحركه دي، لما كنت مسافر 8 ايام حطيت كل الكوبايات اللي زي كده في طشت وعملت لها عمليه الري السفلي، ودي بتبقى خطيره جدا ومفيده جدا، وبتلاقي الزرع انفجر والجذور طلعت من تحت القصيص ومشيت بقى في الايه في الوعاء الجديد ده، وبتلاقي حصل انفجار في النمو. هسيب لك الفيديو ده في شاشه النهايه، فانا اقدر اجمع الكلام ده كله وادي له ري سفلي من تحت، بس اهتم ان الاخرام او الثقوب بتاعه هذه الاوعيه ما تكونش من تحت بس، تكون من الجناب من تحت، يعني من الزاويه من تحت، ان هو هنا يكون في خرم مش فوق، اوعى تخرم من فوق، الاخرام بتكون من تحت. وبحط ميه، وهتلاقي العمليه دي هتخلي النمو بتاعك ينفجر مره واحده، لان هي الزرعه عايزه تتمدد وعندها التربه اللي تتمدد فيها لكن مش قادره، فاول ما هتحللها هذه المشكله هتنفجر. طيب نيجي بقى للزرعه دي، هي طبعا مهويه عايزه شويه ميه ومش مشكله خالص. انا بحب دايما ان انا ما اديش ميه عمال على بطال للزرع، لا اسيبه لحد ما يقول لي انا عايز اشرب. فهي دلوقتي بتقول لي انا عايز اشرب. لو تاخد بالك هتلاقي ان الزرعه مفرعه يمين وشمال، وكل فرع مطلع افرع، يعني حتى الفرع ده مطلع فرع تاني اهو، ومطلع فرع تالت اهو، حتى الفرع ده مطلع اهو، كل الافرع دي اهو، الفرع ده مطلع افرع كتير جدا، نتاج عمليه التقليم، ونتاج ان التربه مش عايز اقول مكعبه الشكل، لكن عايز اقول ان نسبه الارتفاع للعرض النسبه قريبه جدا، وبالتالي هتلاقي ان لما بتحط ميه الميه بتنزل على الوسع ده كله، بتنزل تاخد القصيص كله، وبالتالي الجذور هتلاقيها عندها براح ان هي تنزل لحد القاع وتلف حوالين التربه من بره بره. فدي افضل وضعيه او افضل شكل للجذور. دي الشكل الاصعب شويه للجذور، ان هي لازم تنزل راسيا بطريقه عموديه، ومش كل جذور النباتات بتنزل بطريقه عموديه، لكن برضو دي رقم 2 في الشكل بتاع الجذور. وطبعا ما فيش منها اي مشكله طالما اديتها كميه الري المناسب. في المشاتل لما بنيجي نزرع شتلات زي المانجا او كده اهو، او اي انواع اشجار بتتزرع في اكياس تشتيل شبه هذا الشكل في الحجم وفي العمق، وما بيحصلش اي مشاكل. ليه؟ لان هما بيزرعوا بطريقه الاحواض، بتبقى الارضيه طينيه، الطين بيشرب الميه ببطء وبيحتفظ بالميه جامد جدا. فلما بتحط كل الشتلات دي وبعد كده بيحضن عليها من الجناب كلها، يا اما بطوب يا اما برضو بتربه طينيه، فالشمس ما بتجيش على الجنب، ده اهم حاجه واخطر حاجه. ثانيا لما بيروي بيعمل غمر للحوض كله ميه، فالشتله بتتغمر من فوق والطين اللي تحت بيحبس الميه، فبتشرب من تحت، فهي بتشرب من فوق ومن تحت كمان، الجذور بتاعتها بتطلع بره القصيص او بره كيس التشتيل وبتخش في الطينه اللي تحت اللي هي اصلا مليانه ميه ومحتفظه بالميه، وعشان كده ما بيحصلش اي مشاكل. ولما بتروح تشتري اي شتله فواكه او اشجار من المشتل بيشدها لك بالكيس، بتلاقي تحت الكيس جذور كتير جدا طالعه في التربه اللي تحت، يعني في التربه الام. طيب يبقى دي يا اما ان احنا نعمل لها ري سفلي، يا اما ان احنا ننقلها. انا عن نفسي هنقلها واحطها في تربه اكبر وهسمدها وهقلمها تاني، وهتلاقي ان شاء الله خلال اسبوعين بالظبط انفجرت في النمو ووضعها بقى مختلف تماما. لكن فيديو بسيط جدا النهارده عن خطوره الزراعه في الاكواب البلاستيكيه، وكمان في الازايز
المشروبات الغازية دي، وسبب اختلاف نمو النباتات رغم انها نفس الدفعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.